ما عرفتي يما؟ هذا أبوك. عبد الله يتحمد رب إني ما تبريت منه. يما إذا بينك وبين أبوي حسابات أنا مالي ذنب. أوه طلقها وفكنا منها ومن شرها. يعني أنت تدرين أبوك ليش سوى شي معاكم؟ شنو ظروفه؟ شنو الأسباب؟ واضح من عيون هشام إنه ميت عليك. ليش كل ما شفتي كذي طحتي سحتي؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم. شني غصيت من عينكم؟ زعلانة ليش بتبين بنية؟ الناس تتمنى ظفر الظنم وملاقية. أنا أحس إن أنا وهشام إيه يعني قصة رومانسية نفس القصص اللي نشوفهم بالأفلام. أخي وايد ولهت على الجامعة، ما تتخيلين إيش كثر قاعدة البيت بالنسبة لي كانت وايد مملة. يعني أنا ما أعرف أقعد بالبيت كذي ما أسوي شيء، على الأقل بالجامعة قاعد أكلم الناس قاعد أتعرف. والله حتى أنا أصلاً اللي معوض علي العطلة اللي طافت فوفو، والله لو مو فوفو كان خلاص أنا الحين كفى عمري. وبعدين الجامعة هني أو ناس على الأقل تشوفين في أكتيفيتي. يلا يلا أكلمك شوي وياك. أوكي حبيبي. أهلاً هشام، الله يقويك، شلونك شلون العطلة وياك؟ العطلة وايد مملة، أحس نفسي مشتاق للجامعة وايد مشتاق. إيه إحنا بعد اشتقنا حق الجامعة وايد. صح؟ صح. شفيكم؟ لا ما فيش فينا. عندنا محاضرة. إيه عندنا محاضرة لازم نمشي الحين صح؟ محاضرة. يلا مع السلامة. تاتوزي. محمد. حبيبي حبيبي محمد حبيبي قوم 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 حبيبي. صباح الخير. كم الساعة؟ اي صباح الخير حبيبي، الحين احنا الظهر. حقي خليتيني نايم للحين؟ ما ادري حبيبي، شفتك تعبان وياي من السفر، قلت اكيد هذا المؤتمر كان وايد صعب. اي والله كان وايد صعب. ايه بس لا كان حلو وتمام، ما حقيته كذي والله. زين الحمد لله. لا الحمد لله. انزين حبيبي، تبي اسوي لك ريوق ولا اسوي لك قهوه على ما نشوف الغداء؟ لا 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 ما ابي قهوه، حدي ما عندي شيء الاكل على طول. زين دقائق ونشوف. اي بلا نص ساعة شوي زيادة. أقول فواز يبا طاح الميت. يه هي طاح. يه عيل وقته. قوم 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 ودني سوق السمك، خلنا أخذ لي كود ميد، وأمك بعد تخطرف قدام لتروح المطبخ تسوي لنا ذاك الميد المشوي الحلو مع الشاول. والله تحلم، حامض على بوزك ما سويته. أفا ليش يبا ليش؟ لا يبا زين من صدقك، حط ببيتي زفر. أيام فواز بنقل الزفر بالبيت، حتى القطاو ما قاموا يمرون عند الباب. أحسن فكه. يه شو هالحكي؟ زين يبا. هلا. بدال ما أنت عنا ونروح حق الزفر هذا، ندق على السماك هنا لباب البيت. لا يبا لا، السماك هنا بالتليفون، أنا لو ما أروح سوق السمك وأشم الزفر وأتنشقه ما يطيب لي خاطر. الحين أنت من صدقك؟ كلامه صح، ترى هذا عصر الربادة والكسل. الحين الناس كلهم ما لهم خلق يروحون ويون، اي شيء يبون لهم اياه البيت. هذا السمك بالتلفون، شو هالحكي هذا؟ وي صدق منو؟ منو؟ ام عيسى. انا عبالي زعلت من عقب ما رفضتها جبان، قلت خلاص ما بتتصل. انت الحين ردي على المرة خلينا نشوف ايش تبي. الو هلا هلا بالغالية، هلا بالحبيبة، هلا بام عيسى. ولكن نبي نسلط الضوء بأن الكل يمارس التأثير سواء كان يدري أو ما يدري. من هذا المنطلق راح نشير إلى مفهوم التأثير. هناك مفهوم للتأثير يقول أن التأثير، ما هو التأثير؟ التأثير هو عملية إحداث تغيير في الآخرين. إذن هذا ركن أساسي رقم واحد، بأن التأثير يجب أن يكون هناك فيه تغيير للطرف الآخر. واحد عملية إحداث تغيير للآخرين. الصدقون لما الحين حاطة جمانة براسها مع أنها رفضت ولدها،
تقول خلوها تشوفها شو تتغير رايها. والله يا يبو انتم معطينها وجه زياده عن اللزوم، قاعد تشرط وتتنقى وما ادري شلون قايله، حطولها اطراقين الحين تقنع وتجاب للريال مره ثانيه. استح على وجهك، من صدقك انت؟ من صدقك؟ من متى احنا نمشيكم بالاطراقات؟ هذا كلام ينقال عاد؟ اسمع مالك شغل بهالموضوع، ابيك تسكره ولا تفكر فيه ثاني مره. بعدين بنتي جمان اذا ما تبي وتحس روحها انها مو جاهزه للزواج ما حد يجبرها على اي شيء. ما قلنا شيء ابو فواز، بس المره تقول خلوها تشوفها يمكن تغير رايها فعلا. هي وايد متمسكه فيها وتقول انها ما بتلاقي احسن منه، يعني حرام. ليش لا؟ هالكلام بروحه يبرد الكبت ويسر الخاطر، وبعدين انت تشتري لي شريك، عدل الكلام ولا مو عدل؟ عدل. ايش تسوي؟ بس عاد مو هني، امشي الحمام. اقول لك شفت هشام يطلع علينا قبل شوي، قلت اتعدل شوي. زين المهم الدكتور شفتي يقول باكر اخر يوم تسليم هوم وورك، شو اسوي؟ يا انا عندك اليوم يا انت عندي اليوم. قاعد اكلمك. المهم مثل ما قلت لك، يا انا اليوم عندك يا انت اليوم عندي، عشان خلص قاعد اكلمك جمان. هو مصدقه ولا شنو؟ ما شافني حتى مريت من قدامه، يعني ما التفت لي، وانا اللي عبالي انه هو مهتم لي. انا مصدقه بس عادي 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 عادي، لا تحاتين. تدري شلون زين ان انا شفتها الحين وعرفتها، يعني عشان لا اشتط وايد بعدين. ولا يذك خلقك، خلاص خيب لي. بس تهجين منو هالبنات؟ ما ادري، ما يهمني اعرف، يعني يمكن واحده يحبها ولا واحده يعرفها، ما ادري. ما شاء الله هذه ام اصفر عرفتيها اللي كانت معانا الكورس اللي طاف، تهبل وجهها سمح. جمان وبكذي لله الحمد أكون تطمنت عليكم. صدقك عمي؟ تبي تسجل البيت باسمي أنا وهيفاء؟ أيوة أنا أبوك، لأني خايف عليكم، وقتنا مو هو بوقت دفع البلة، وأنا بتطمن عليكم قبل لا الله ياخذ أمانته مني. بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك يبا. أنت تدرين؟ مو قالت لي ها؟ البارحة أنا قايل لها وعندها خبر، والحين هذا أنت قلنا لك وعندك خبر، والمحامي عنده الأوراق يقول لي أجهزهم وأدق عليك عقب يومين ثلاثة ونروح العدل ونسجل البيت باسمكم بيع وشراء، ولا حد له شغل معانا. عسى عمرك طويل عمي، ما أدري شو أقول لك والله. تفضل. هلا يما. جمان يما، ابي اسولف معك شوي. حياتش. تمام.
عشرتك وايد تعبانه، الاسبوع الجاي لازم اشوفك. والدواء لا تخلينا نفس اللي اعطيتك اياه. الو، هلا غزان، بالعياده؟ لا وين اخلص؟ ما خلصت. قدام اثنين تقريبا، ما ادري اذا اخلص مبكر ولا لا. يلا امانه. ها حبيبتي، ايش قلتي؟ انا اقول تشوفينا، يعني ما انت خسرانه شيء. استقبلي وقعدي معاه وتعرفي عليه وبعدين قرري اذا بترفضينه او لا. وش قلنا بهالموضوع؟ ما تو الناس، انا بعدني سنه اولى جامعه، يعني شو تبيني اركز بالدراسه ولا اركز بالزواج ولا اركز بشنو؟ طبعا صعبه يعني، ما اقدر، ما ابي وما ابي، خلينا نجل هالموضوع وبعدين يصير خير. ايش حقه مستعيله انت تكفون؟ اي مستعيله؟ الله يهداك يا جمال، بنات اصغر منش تزوجوا والحمد لله شزينهم، وبعدين كملوا دراستهم بعد الزواج. المهم انت تنظمين وقتك عدل. يا يوم الولد اخلاقه زينه وطبيب، وامه تموت فيك ومو قادره تطلعش من بالها، ولو انك هذيك المره ما رضيت تشوفينهم، هم المره دقت مره ثانيه وكانت تخطبك الحين مره ثانيه. شفتي شلون؟ هي وين شايفتني؟ تقول شايفتك بعرس. يا يوم تكفين، فكري في الموضوع عدل، ترى هذه فرصة. زين، عطيني مهلة كم يوم أفكر، خل أفكر وأقول لك. جمال، بعد فرصة وبعد كم يوم؟ شو أقول؟ الله المستعان، ننطر. شو بتشيني انت؟ كنت مره المشغل ليمكم هني، فقلت هي طلع على ريلي حبيبي، ليش ما يصير؟ وسكرتيره شلون خليتش تدشين هني بدون اذن؟ سكرتيره اساسا كانت لاهيه قاعده تحط موعد حق مريض، المهم ما علينا منها. قولي، ايش رايك نروح نتعشى برا؟ لا ما اقدر، اليوم موعد مرتي على العشاء اليوم بالبيت. نعم؟ شلون يعني موعد مرتك اليوم على العشاء بالبيت؟ الحين انا عروس وقاعد اقول لك امشي خلينا نطلع برا، خلينا نروح مطعم كشخه، انا عزمتك تقول لي والله انا موعد مرتي بالبيت؟ هاجر، ما ابي رزان تحس بشيء، حرام، المراه حامل وانا ما ابي اقذها، بعدين انا راضي من السفر، ما داش تروحين علي؟ انا اولح عليك حتى وانت معاي. الله يا سلام. محمد انت ما تعرف غلطك عندي. لا حتى انا غالي عندها. طوف اليوم على خير، اليوم ما اقدر اروح وياك، موعدها اليوم على العشاء. ولو انه ما يازل الحكي بس انا موافقه، ما علي، بهدك لها بس هالمره. شكرا لكرمك. حاضرين. ماشي. جمان يا عمري سمعيني، انت جربي هالمره تسمعين كلام امك، يمكن يطلع خوش واحد، لأنه ما يصير، مو طبيعي الموضوع. كم شخص تقدم لك وانت كلها رافضه وبدون سبب. ما علي جمان، قاعدي مع الريال، سمعي، اخذي واعطي معاه، يمكن يطلع خوش واحد نفس فوفو. يعني يا عمري فوفو وينه؟ انت دائما كذي، لما تشوفيني احب شخص ومستانسه كذي. زين سمعي، نتناقش بموضوعك باكر الصبح، مريني ونتكلم فيه، بس خليني انام الحين، وايد تعبانه. ماشي يا عمري انت، باي. عندك على فوفو صدقين مالي خلق المحاضره؟ ما عليه،
ساعة كلها ساعة وتخلص. شكم نفسه؟ شكم نفسه ما فيني شيء. لا يعني ما عرفتش. قطيعة. سمعيني. هذا لا يحط في بال ان انا راح اكلمه، لو شي يسوي ماني رد عليه ولا راح القي وجهه. كفو عليك. ايه هذه جمال اللي انا اعرفها. بس ها مو يجي وتخقين نفس كل مره، اعرفك عدل. شفعت انا بروحي مالي خلق شيء ونفسيتي بخشمي. لا تكلمين. الو صباح الخير، شلون الحب؟ شو اخبارك؟ يبا وينك؟ انزين بمرك. اي بمرك الجامعه. ليش يعني يبا؟ يمكن ولهان، يمكن براغبك، يمكن مسوي مفاجاه. اوكي ها؟ لا حبيبتي 10 دقائق انا عندك. واي جمال قفلت. عفية فهميني هذا جمال، مو قادرة أفهم الدكتور ما شرح عدل. جمال فهميني. هدى اقرأي شوي حبيبتي وراجعي راح تفهمين بروحك. أنا ما يخلق شيء بعدين ما كلش ما كنت مركزة بالمحاضرة اليوم. يعني ايش كنتي تسوين بالمحاضرة؟ ما كنت أسوي شيء. فكيني رحميني بس عادي. ماني دارسة. يلا زين تلقين فوفو شايب لي سيارة. جايب لك سيارة إن شاء الله. أنت ليش تطنزين علي أنا؟ شو مسويت لك؟ حبيبتي ما أطنز يعني، بس فواز شو راح أجيب لك؟ أنا اللي هي أخته عمري ما شفت منه قلم، ما شفت من وراه قلم، شو بجيب لك يعني؟ يمكن وردة. وردة؟ يا عليك بالعافية الوردة. ليش الوردة مو بعينك؟ لا حبيبتي الوردة تجنن بس كلش مو من فواز. ويا عمرك هذاك عمره طويل. شكر. الو كاكا الحين اطلع لك. يلا با. فوفو برا تبتين معاي ولا تقعدين هني؟ لا بروح اجيب لي قهوه. روحي انت. بروح اشوف فوفو. جمان شفت حقرتني امر يمك ولا تطلعين ولا كني موجود اصلا. في شيء؟ صاير شيء؟ شو السالفة؟ شنو تبي يا شام؟ نعم شنو أبي؟ أم صار لي ساعة ناطر قدام القاعة ولا شفتك ولا طلعتي لي، وينك؟ إي طبعاً أكيد ما راح تشوفني. أمس واقف مع البنات اللي قاعد تسولف معاهم وأنا مريت من قدامك وما انتبهت لي ترى. عادي أصلاً على فكرة ما يهمني يعني تسولف مع اللي تسولف معاه وتوقف مع اللي توقف معاه كيفك. الحين شنو تبي؟ لأن أنا أبي أمشي مستعيلة. خلصني يلا. يبا هذا اختر فيجي. والله العظيم اختر فيجي وعاده مثل اختي لا اكثر ولا اقل. عادها مثل اختك ما شاء الله، كل بنات الجامعه عادهم مثل خواتك. ها كيفك سولف مع اللي تسولف معاه واقف مع كل بنات الجامعه كلكم ما تهموني، لا انت تهمني ولا هم يهموني. تسمع ولا لا؟ وبعد شيء لا اشوفك تسولف معي لو سمحت. ابي امريكان، ابي قهوه. جمان قاعد احاجيك. يبا جمان احبك. اي احبك. يا رب تقومها بالسلام يا رب. وعليا من الصبح هي تطلق، تعبت البنيه.
عسى الله يسهل لها ان شاء الله وتولد بالسلامه يا منيره. تصبري يا رب. الله يسمع منك. الله يسمع منك. طمنا يا دكتور. طمنا يا جماعه. الحمد لله قامت بالسلامه وجابت بنت. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يفزكم ان شاء الله. الف الحمد لله. مشكور مشكور. اقدر اشوفك؟ ايوه بس مشكور. انا لازم ترتاح. تفضلي. مبروك يا سيب حبيبي. مبروك. الله يبارك فيك. سويت نخال ها حبيبي. تربى بعزك ان شاء الله. مشكوره مشكوره. الحمد لله ان الله رزقك بنت. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله على سلامتها. حلوه مثل بنتي. ان شاء الله احلى بعد. ليش مو حلوه نفسك؟ وحلوه مثلك بعد. اي عارفين يا ولدي. هذا بعد الدراسه وخلصت وودعت ربعك بالجامعه. ها؟ اي بعد اربع سنوات يبا مو شويه. يا يبا ادري عشره عمر. عاد احلى ايام ايام الجامعه. قل لي شوف الحين انت الجامعه وتخرجت منها والدراسه وافتكيت من همها، متى بتداوم؟ انت قايل لي انك تبي لك كم يوم ترتاح شوي. قلنا مو مشكله على ما يبدي الجد مثل ما تقول، بس متي شغل بتداوم؟ انت مداوم شنو بالضبط؟ عبد الله خلي الولد على راحته، لاحق على الشغل. يا بنت الحلال احسن له بدال قعدته فاضي كذي، لا صنع لا عمله لا شغل لا شيء. لا يوم ابوي معي حق، بس ما قلت لي يبا من باكر عقبه متى داوم. اكيد من باكر. يا ايش فيك 6 الصبح انا ناطرك هني، نطلع يميع الشركه. شنو 6 الصبح؟ عيال متى تبي ان شاء الله؟ ليكون عبالك جامعه ومحاضرات ومواعيد. لا يبا 6 الصبح تدش الشركه تحتك موظفين عالم ناس. اي ان شاء الله 6 الصبح. 6 الصبح اي كفو تعجبني. عاد ابوك صار مديرك الله يعينك. اقعد 6 الصبح. 6 دقيقة انت قاعد بالبيت ما تداوم بالشركة. يا ام سعاد هذا وانا مديرك؟ اي بعد شنو؟ طول عمرك؟ اي مديري ها مديره هو مو مديري انا. ليتني ما هديتهم. كان زين ظليت عندهم لين ولدت. يماش فيك خلاص لي صار شيء بلغونا. والله احنا ما قصرنا بعد. قعدنا عندها طول الوقت. اشترانا شماكله داشه بالشهر العاشر شماكلينها لحم بعير. الله يهون عليها. هاي ابو بشر شو اخبارها زان؟ كايدي تو جمان دزت لي مسج انه يا بنت بنوته. صدق؟ البركه. يلا البركه. البركه البركه. الحمد لله على سلامتها وافرح فيكم وعيالكم وعيال عيالكم ان شاء الله. طمنينا. الحمد لله قلبي ارتاح اللهم لك الحمد. شابهني؟ قولي صدق. ما تبين يا يما ان شاء الله كان باخذ تشابهك. ان شاء الله ليش لا؟ الحمد لله الحمد لله الف الحمد لله. الحين تطمنا يا يما احنا بنروح وانت بعد حاول تروح ترتاح وان شاء الله باكر الصبح هني. انا راحت هني اول مره ادري ان شعور الابوه كذي حلو. يا ولدي يا محمد ترى الذريه نعمه من رب العالمين. الحمد لله. عسى الله يطرح فيها البركه وتتربى بعزك. امين يا رب. مبروك يا ولدي. تسلم عمي. الله يحفظك. مبروك يا يما. الله يبارك. يلا يما يلا يلا خليك. يلا درب السلامة. حياكم الله. صدقني صرت ابو مو شايلتني الوناسه. شفتها شلون نتفه؟ اي اللي يشوف بطنك قبل شلون منتفخ ما يقول النتفه بتطلع كذي. حبيبي انا تعبتك معي اليوم، روح ريح. انا خاطري اسميها مريم. صدقني كان بخاطرك مرام، بس ما ادري ايش لما شفتها تشوقت اني اسميها مريم. خلاص لا تسألين مرام. ارتاحي نامي. محمد دير بالك على نفسك بمريم. على يدتي الله يرحمها.
طيب تقرير مليون ورقة مليون لا وفي أوراق متكررة معلومات طبعا المعلومات القانونية والعلمية والمسائل الهندسية هذه خليها مثل ما يباجي الشغلات هذه لا اختصريها لي اخذ التقرير هذا ها واختصري لي اياه معودة ما نبي نقعد في اجتماعنا ناخذ من وقت الاجتماع هدرة وسوالف اختصري لي اياه زين ايش علامتك زميلتي منى خلاص راح ترجع من السفر هي وامها ايه بس امها تعالجت ايه صح هاي امتي بعدك هني عبالي رحتي سكتي يننتني هالخدامه كل ما اقول لها سوي شيء تسوي عكسه صار لي ساعه جاهزه توها مخلصه بعد امتي الله يهداك لو دقيت لك على شركه من هالشركات اللي ينظمون حق الاستقبالات كان ريحتي عمرك اي ريحت عمري ايش تعبه عاد انا الشايله بعدين ابوك مو قاعد على بنك انت بروحي سامعه ان اسعارهم غاليه الواحد يشتري راحته مو بدل الحوسه اللي انت فيها تموتين على الحوسه اقول لا حوسه ولا شيء عسل على قلبنا انت بس روحي تذهبي علشان ما انت اخر لا لا وين انا بروح اكل لك ما حد يعانه وبعدين اي وراك تسوي باكر ما راح تاخري ما تشبعي من مريومه على ما ايانا زين منشوف ثالي وحياك صباح النور اهلا وسهلا هذا يبو هني الاستقبال صباحكم الله بالخير صباح النور هلا استاذ جمال كيف حالك طيب ان شاء الله الله يسلمك استاذ جمال شلونك ولدي هشام الاستاذ جمال هو المدير المالي بالشركه وان شاء الله هشام صباحك الله بالخير هلا 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 اخوي ياسر هشام ان شاء الله بيكون هو نائب رئيس مجلس الاداره واليوم اول يوم دوام عنده من تستقر ان شاء الله الامور عنده راح اخليه يجي لك وتوري الاقسام كلها علشان ياخذ فكره على طبيعه العمل تامر من طال عمرك الله يحفظك مشكور مشكور استاذ جمال يلا تفضل ايش دعوه يبا يا تفضل تفضل بارك لي المكان صمم يعني تفضل يبا والله ما شاء الله كل هذا حقي يبا كل هذا حقك عيل حق منه يبا حقي بروحي ها يبا حقك بروحك هذا اللي انت طلبته اياك من زمان ودي اعيش دور المدير اخيرا صار الحمد لله بشر شو احساس المدير ايش رايك مدير قوي ها لايق عليك وبي ازف موظف الحين لا شو تزف لا يعني غشمره اي ماشي صدق الله يوفقك يا يبا والله يعينك على المسؤوليات اللي بتيك لا ان شاء الله قدها قدها باذن الله يلا خليك انا ها يعطيك العافيه يبا الله يعافيك حط بالك ان شاء الله والله خوش شعور ان شاء الله اكون قدها بس الو ها حبيبي انت وينك بالله اليوم ليش مختفي جمان كل شيء حلو بحياتي قاعد اربطه فيك واليوم ترى يعتبر اول يوم دوام رسمي حقي وحبيت ابلش بصوتك صدق زين الف مبروك الله يوفقك يا رب من هالاعلى زين عيل دام الوضع وضع مبارك انت بعد بارك لي صرت خاله يلا على البركه ها شيابه رزان يابت بنيه وسمتها مريومه اي امي توها داقه علي وتقول لي يلا تعالي احب اروح لهم هاي واي كلش ترى مو حاطه مكياج اي والله مو حاطه مكياج اوكي زين 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 خلاص خلاص لا تحن لا تحن حاطه شوي اي بعد ما يصير اروح لهم وانا مو حاطه شيء بوجهي زي هشام هشام أمي وايد قاعد تدق علي يلا لا تأخرني جمان أحبك يلا باي باي
يما فديتهم البنات يما ها يما فديتش يا يما يا حبيبتي انتي تبتي والحين موعد رضاعتها ايه عشان كذي اشوفه تبكي اوكي يلا انا برا لو احتجت حاجه نادوني سلامتك حبيبتي ما قصرتي مشكوره اوي يما تصدقين احس من تمسكونها ولا انا بمسكها قلبي يحورني احس كنا بتنكسر كنا لعبه هي عادي يا يما ان شاء الله باكر بتعرفين لها وبتعابلينها وتغمضين وتفتحين وتشوفينها كبرت ايش دعوه يما غمض وفتح القاها مره كنت بالغتي افورتي شوي ها عيل ايش عبالك يعني انت الحين ما تدري انا ماني مصدقه اني انا صرت يده وعندي بنت صارت ام الله يا الايام شلون تركض وين راحت الايام وين ضاعت هالسنين هذه كلها ما شاء الله عليكم شلون انتو كبرتوا كذي حبيبتي انتي احلى واصغر يد بالكويت معلج او اكيد غصب عنك شفتي سوالف اختك ساعه كم الحين هذه للحين ما جت والله ما هي على بالي كذي كلش يعني انت تقول ننقل مصطفى نحطه مع محمد في الشؤون القانونيه زين والحسابات من يستلمها يعني شلون محمود ما عنده شغل وايد عليه يبه شلون يعني يشيل الحسابات ولا يراجع المبالغ اللي تدخل البنوك ولا يراجع الملفات المناقصات اللي موجوده شلون يبه وايد ما يقدر اقول عبد الله اليبه اليوم اول يوم حق ولدي وياك بالشركه شلون عسى ان شاء الله مرتاح لا ما شاء الله عليه انا حدي مستانس طاير فيه الحمد لله كاهو ياني اللي يشيل عني الشغل ويخفف عني الحمل الحمد لله ان شاء الله اكون قد المسؤوليه واشيل كل شيء عنك يا ابو لا قدها يا يبا قدها ان شاء الله وي يمه انت ان شاء الله بتكون قدها وقدود اصلا انت منو مثلك غير ابوك شوف المديح اقول يبا تدري ان عمتي منيره بنتها ولدت صارت يده هلا هلا عبد الله اخوي ايه الحمد لله ولدت ويابت لنا مريوم الله يبارك فيك يا اخوي يسلمك الفال لعيالك ان شاء الله ها انا اقول يعني ما في داعي يعني اتصالك كافي يا اخوي لا تكلف على نفسك خلاص مدام مصر راح ابعث لك ان شاء الله اسم المستشفى ورقم الغرفه سلم على سعاد وهشام يوصل يوصل اخيتي يوصل في مال الله وعليا يقول لي ابي طرش لنا ورد يا حلوه خالي ما يقصر صدقين ودي اشوف مريومه والله يا يمه حتى انا ودي بس انا خفت اقول له تعال وبنفس الوقت يدك يدخل وصير سالفه عشان كذي ما اتصلت فيه انا كنت بتصل فيه لما تردين البيت بس عاد هو سبقني واتصل ايش اقول يعني ما اقول بعد هم ما يصير اوف يا ربي يكره الزعل بين الاهل يعني يحول كل فرحه لضيجه ما علي ما الله يصلح الحال ان شاء الله خلاص خليها لي روح وانا ناديك انا ايش قايل مو قايل ايش لا تجيني انت عن هنا ولا شنو يقولون صرت مو علشان كذي ما قاعد ترد علي يعني ولا شنو فهمني انت ليش ما تخليني على راحتي ليش بصرة تقتحمين حياتي اقتحم حياتك انا زوجتك مثل ما رزان زوجتك ولا نسيت لا ما نسيت بس احنا متفقين واتفقنا واضح شو اللي تغير؟ شنو انت قمت تحبها يعني ولا شنو فهمني؟ رزان اول فرحتي والحين صارت ام بنتي اكيد لها معزه بعدين انت عشتي هالفرحه من قبل ليش بخلان علي؟ لا خوش حكي والله هذا حكي جديد خلاص عيال اشبع فيها وخليك حق بيتك وحق رزان انا عن نفسي وصلت آخري معك ما عدت أتحمل يا محمد حط ببالك أنا ماني لعبة بيدك وباكر لي مليت لا تيجي تدورني خلاص أنا ما عدت أتحملك
Thank you.